انطلقت اليوم بدبي فعاليات المؤتمر العلمي 17 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي يقام تحت عنوان تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية بتنظيم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي وبالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. ويناقش المؤتمر على مدى 7 جلسات محاور تغطي مجالات متعددة من قبيل استشراف مستقبل أثر التغيرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة ومستقبل المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية والاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية وغيرها. تواصل مراكز التواجد البلدي في مدينة الظفرة استعداداتها لحالات التقلبات الجوية، وذلك من خلال توفير الصهاريج ومضخات المياه والمعدات والعمالة المدربة وجاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة، إضافة إلى التأكد من جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة. وأهابت بلدية منطقة الظفرة بضرورة الإبلاغ عن حالات الطوارئ بسبب التقلبات الجوية مثل تجمع المياه وتطاير المواد والأشجار التي قد تعرقل حركة السير والمرور عبر التواصل على رقم الطوارئ 993. أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن مبادرة أكتوبر الوردي التي أطلقتها بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي شهدت 108 فعاليات في 103 مواقع في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت 1874 فحصا طبيا مجانيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى جلسات توعية عن أهمية الفحص الذاتي والدوري معززة رسالة الجمعية الرامية لمكافحة سرطان الثدي والحد من انتشاره.